تعيش كنيسة المهد في بيت لحم هذه الأيام وضعاً مختلفاً عن كل كنائس العالم، حيث ساد أجواءها صمت حزين على خلاف الأعوام السابقة بعد أن غاب عنها أحبتها المؤمنون الذين اعتادوا أن يحيون الأجواء الميلادية في أروقتها وساحاتها. ونفس المشاعر يتألم لها الآباء الكهنة الذين عبر بعضهم في لقاء مع نورسات عن مأساة الميلاد هذا العام في ظل الأجواء الحزينة التي تعيشها الأرض المقدسة وغزة. نورسات واكبت هذه الظروف في التقرير التالي. لم نعتد ساحة وأروقة كنيسة المهدي على هذا الصمت في مثل هذا الوقت من العام. هنا كانت مئات آلاف الحجاج يسهرون سنوياً مع الرعاة في انتظار نجمة الميلاد. غاب الجميع وبقيت مغارة الميلاد فارغة تنتظر ولادة رسالة المحبة والسلام التي ستنتصر حتماً على كل أصوات الحقد والكراهية. من هذا المكان المقدس مغارة الميلاد التقينا بالأب عيسى ثلجية كاهن رعية الروم الأرثوذكس بيت لحم، الذي تحدث عن أهم بقعة في العالم مغارة الميلاد، وشرح عن النجمة والمذود وميلاد الطفل يسوع له المجد. إحنا موجودين في كنيسة المهد، مكان ميلاد السيد المسيح له المجد، في هذه البقعة. وطبعا هاي المغارة هي ميلاد السيد المسيح، فيها أعطى السلام والمحبة لكل العالم وانتشرت هذه الرسالة من هاي المكان بالذات. احنا شعب بحاجة إلى الحرية، شعب بحاجة إلى الأمن والأمان، وخاصة أنه رسالة المسيح انطلقت من مدينة بيت لحم، من مغارة السيد المسيح له المجد. طبعا في ظل الظروف الصعبة اللي بنعيشها في فلسطين، رسالتنا أنه اليوم نجتمع مع بعض للصلاة من أجل السلام العالمي، كمان نجتمع مع بعضنا لحتى ترجع المحبة للبيوت، نرجع يمكن أنه تكون روح، ونتذكر صاحب العيد مش فقط في العيد، في بهجة العيد والزينة ممكن الشجر والموسيقى والاحتفالات الخارجية. نتذكر فعلا هذه يمكن فترة لحتى نرجع نتذكر صاحب العيد، لحتى نكون مع بعض بالصلاة. طبعا المغارة مش فقط للأرثوذكس ولكن للكنائس الأخرى، اللاتين والأرمن بتشاركوا في الصلوات والقداديس اللي بيقيمها كل يوم في هاي المغارة. طبعاً الصلوات هي كل يوم يومياً بدون انقطاع، كمان كل واحد يعني له وقت محدد، بروتوكول محدد للصلوات والاحتفالات التي تقام في هذه المغارة بالذات. طبعاً القناديل الموجودة كمان قناديل مشتركة، في قناديل للأرمن للاتين وللروم الأرثوذكس، وكمان في الأيقونات اللي بتشوفها على الجدران هي كمان أيقونات تابعة لكل الكنائس اللي موجودين. المشاركة حلوة، روح المحبة موجودة، لأنه الكنيسة هي فعلا كنيسة الميلاد، أساسها هي المحبة والسلام. كما التقينا بالأب سهيل فخوري راعي كنيسة سيدة الرعاة للروم الكاثوليك في مدينة بيت ساحور، وتحدث عن ولادة الطفل يسوع في هذا المكان الفقير والبعيدة عن كل المظاهر. وقت ما انولد يسوع المسيح كان أجواء زي الأجواء هاي، ما كان في فرح وهاض. أوكي إجا ملك الفرح، بس كان في كل شيء مبهم. كان مثلا خلينا نحكي القديسة مريم والقديس يوسف، مش مريم حامل فيش محل تولد فيه، فكان حالة حزن. خلينا نحكي المجوس اللي شافوا نجم وإجوا تبعوا النجم، برضو كانوا رايحين عمجهول. الرعاة بس ظهر لهم الملاك وبشرهم ميلاد المسيح، طلعين هون برضو عمجهول. حتى الأشخاص اللي كانوا ضد المسيح زي نحكي هيرودس، مع أنه ضد المسيح بس برضو وقت ولاد المسيح عاش باضطراب، بس إحنا كنا أمل وكنا ثقة. كيف أمنا مريم العذراء كانت تحفظ كل هذه الأمور بقلبها وماشية، نحن نفس الشيء بالوضع الصعب اللي عايشينه نكون واثقين بكلمة ربنا أنا معكم إلى منتهى الدهر. من المهد المسيح، من مكان ميلاد ملك السلام، نطلب منه أنه بالفعل يرجع يعم السلام بالعالم أجمع، لأنه عن جد العالم كلها البشرية كلها عم بتئن من وجع هاي الحروب. ببعث رسالة سلام ومحبة وفرح لجميع العالم، بالأخص
الأراضي المقدسة، حتى ربنا ملك السلام يمنح السلام للبلاد هون ويعطي السلام لجميع العائلات، لجميع البيوت، لجميع الأشخاص اللي بيحتاجوا للسلام الروحي والسلام الوطني والبلدي. الله يا من تجسدت لأجلنا المجد. كما كان لنا أيضا لقاء مع الأب طلال ثعلب الراهب المخلصي من دير المخلص لبنان، ليحدثنا عن أهمية الصلاة وميلاد الطفل يسوع الذي هو السلام الحقيقي، ونحن بأمس الحاجة لهذا السلام في ظل الأوضاع الراهنة، وكيفية العيش بسلام المسيح بهذه الأجواء اللي عم نعيشها. هلأ أنا بصلي من كنيسة المهد من بيت لحم لطفل المغارة اللي ولد واللي بده يولد بيناتنا دايما إن شاء الله. بصلي إنه يكون ميلاد هيدي السنة ميلاد سلام حقيقي وسط كل الحرب اللي عم نعيشها والاضطرابات اللي عم نعيشها. بصلي لطفل المغارة يولد بكل مكان، بقلوبنا أولا، ببيت لحم، بالقدس، بسوريا، بلبنان، بالشرق، يولد على كل جدار ليحوله لجسر، جسر عبور من ظلام نعيشه لنور، من تعب لفرح، من حزن لسعادة، سعادة الميلاد، فرح الميلاد، سلام الميلاد اللي إجا يسوع المسيح يبشرنا فيه، سلام ربنا اللي بيعطينا إياه دايما نبقى نعيشه ونبقى حاملينه لكل مكان انطلاقا من هذه الأرض المقدسة إلى كل أصقاع الأرض. العالم بأسره يحتفل بولادة الطفل يسوع له المجد، إلا في مدينة المهد حيث ولد لا احتفالات ولا مناسبات ولا مظاهر، فالعيد سيقتصر على الصلوات فقط. لكن الطفل ولد في بيت لحم وكبر وترعرع وانتصر على الموت وصعد، وحتما سينتصر الحق على الباطل مهما طال الزمن. فيا مشتهى الشعوب، يا ذا المسيح المنتظر، هيا من الذنوب خلص بني البشر. لنور سعد مارلين الحدوة من مغارة الميلاد بيت لحم.